أعلن رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي على أهمية مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائي المصري على المدى القصير. وأكد الغمراوي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي أن المبادرة تهدف إلى توطين كافة المواد التي تدخل في صناعة الدواء والحرص على توفيرها بأعلى درجة من المأمونية والجودة، مشيرا إلى أن توطين الصناعة سيخفض من الفاتورة الاستيرادية. صناعة الدواء صناعة معقدة لأن فيها مدخلات كتير، مدخلات مواد فعالة بتستورد بعملة صعبة، مواد غير فعالة بتستورد بعملة صعبة، باكجينج ماتيريال أو اللي هي التغليف برضو بتستورد. فكل الحاجات دي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر في الفاتوره الاستيراديه للبلد، من احنا بنحاول نوطن جزء مهم جدا من هذه الصناعه داخليا، فبنخلق فرص عمل وبنخلق صناعه جديده ما كانتش موجوده في البلد، كنا بنعتمد على الاستيراد بتاعها ان احنا نجيبها ونوطنها هنا في البلد. كنا الضوء على مجال صناعه خامات الغير فعاله الداخله في صناعه الدواء، كما أنه أيضا من المهم أن احنا نقول أيضا تركز الدولة المصرية الآن على صناعة المواد الفعالة الداخلة في صناعة الدواء. المواد الفعالة، المواد الغير فعالة الداخلة في صناعة الدواء هي الصواغات، يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال أن قرص يحتوي مادة فعالة مثلا 50 ميلي جرام، القرص وزنه 200 ميلي جرام، يبقى فيه 150 ميلي جرام مواد أخرى حاملة للمادة الفعالة بتساعد في تمسكها، بتساعد في انطلاقها في جسم الإنسان، بتساعد في عملية صناعتها أثناء صناعتها على الماكينات وخطوط الإنتاج. المبادرة جيدة جدا وبنسعى عليها من زمان، وهي الشراء الموحد للخامات الدوائية تمهيدا لتوطين الخامات غير الفعالة، تمهيدا لتوطين صناعتها في مصر، وده مشروع أمن قومي للبلد. المشروع اللي بنتكلم عليه النهاردة هو مشروع مهم جدا اللي تم الإعلان عنه من معالي الوزراء اليوم، اللي هو تصنيع المواد الخام الغير فعالة. دي خطوة احنا كنا محتاجينها، وهي الخطوة مهمة جدا بالنسبة لنا، مش بس هتوفر استيراد مواد خام بالعملة الصعبة، انما هي ممكن تكون مصدر كبير لدخول الدولار والعملة الصعبة للدولة، بالإضافة لتأمين الشركات وإنتاجها بأن يكون مستلزماتها للإنتاج سواء من المواد الغير فعالة بالذات تكون متواجدة.